السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي اعمل سيكشن في الموديل. هاجي هنا واقول له فيوز، فهو بيقول لي الشيرت فيوز لو في شيرت فيوز موجوده قبل كده. طبعا اقدر اضيف اي فيو انا عايزه واديله اي اسم اللي هو اللقطه الحاليه، تمام. اهوت بيقول لي عايزه الناس كلها تقدر تشوفه ولا انا بس؟ خلي الناس اللي معانا في المشروع طبعا تشوفهم، مفيش اي مشكله خالص. طيب هقول له اد سيكشن، تمام. عندي سيكشن نوعين، بلانس بالشكل دوت اهو، تمام. وهنشوف التحكم فيه اكتر، وفي على شكل بوكس بالشكل دوت، مش البوكس بتاع البوليس، لا بوكس يعني مكعب كده. بلانس اقدر اختار اقول له من التوب والفرونت الاثنين مع بعض، او اقول له لا ده انا عايز اختار اركز على الفرونت دوت. اقدر اتحكم فيه زي ما انت شايف، اقدر اعمل له روتيت، اقدر اعمل له فليب اهوت تعكس، تمام. اقدر اعدل فيه زي ما انا عايز، اقدر اخلي فيه سناب، اقدر اشوف الكوردينيتس تحتي بحيث ان انا اتحرك بارقام معينه، تمام. ممكن اقول له انا عايز مثلا الليفت والغي دوت. البوكس برضو اقول له روتيت، اقول له سكيل، ابدا اكبر زي ما انا عايز بالشكل دوت، او اكتب الارقام برضو لو انا حابب. في الاخر بقول له سيف وسيف السكشن دوت. لو حد عايز انا حابب ان ارجع له في اي وقت، ممكن اضيف كلر معين، تمام. بالشكل دوت ممكن ابدا اعمل فولدرات عشان اقسم الشغل، ممكن اعمل ديليت لاي واحده فيهم، اعمل على سيلكت واقول له هنا الغي او شينج تو ماي فيو او نوتيفاي او ديليت زي ما انا عايز.